هذا يقول أنه يعمل في شركة بترول وفي الصحراء، شركة في الصحراء، فهل يقصر الصلاة؟ نقول إذا كانت الشركة بعيدة عن البلد 80 كيلو فأكثر، وإقامتك في العمل أقل من 4 أيام، يجوز لك القصر لأنك مسافر. أما إذا قمت أكثر من 4 أيام في مكان العمل يلزمك إتمام الصلاة ولا يجوز لك القصر.